يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا مطوعين الصعايب. يدفع بسيوف على المركز الأول، سيوف يا سيوف. الشوط الأول، الشوط الرئيسي، الناموس، شوط التسعيرة. هل سيكون مع سيوف التي تنطلق، التي تحتل المركز الأول؟ سالم بن مسعود بن محمد آل فهيدة المري. المركز الثاني، منقية حمد بن محمد بن حمد آل فهيدة المري. المركز الثالث، بشاير بريك بن محمد بن طالب المري. يا سلام يا سلام، سيوف على الصدارة، سيوف على المركز الأول. سيوف يا سيوف، إن شاء الله يكون الطريق أمامك نحو الرموز، نحو السيوف. سيوف 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 سيوف. وتهانينا وألف مبروك لسالم بن مسعود بن محمد آل فهيدة المري. المركز الثاني، جاءت منقية لحمد بن محمد بن حمد. بند الموك في هذا الشوط اللي ضغط، في هذا الشوط اللي فر الراس، اللي فر الراس انطلق وتحرك في هذه اللحظات. وعر بالفعل، انك وعر يا وعر، وعر في هذا الشوط الوعر. الله، محمد بن علي بن محمد بن ناصر بند الموك قدم وعر في اصعب اشواط القعدان، في اقوى اشواط القعدان. يتابع فرج علي بن فرج بن دلموك. الله يا وعر. بينما المركز الثاني داغر 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 على المركز الثاني، ولكن وعر مع بن دلموك مع الشوط الرئيسي ينتزع الفيكسار. تهانينا والناموس. الله، لحظات الوصول. تهانينا والناموس لمالك وعر محمد بن علي بن محمد بن ناصر بن دلموك المركز الثاني. يا ذهول يا ذهول يا ذهول، انطلق الذهول. هذه فائزة معنا في السباق الماضي، هذه ذهول تنطلق بالمركز الأول مع شعار سعيد بن بطي الزعبي على المركز الأول. هذه ذهول 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 مع المركز الأول تحقق السيارة مع هذا الشعار العملاق. أهني أهني مالك ذهول سعيد بن بطي الزعبي، وأهني الداعم الرسمي لهذا الشعار راشد بن بطي الزعبي. هذه ذهول، تهنئة يا أبو سلطان أيضا على فوز ذهول بالمركز الأول. تهانينا والناموس لسعيد بن بطي بن محمد الحسن المري على فوز ذهول بالمركز الأول. العزيز المري هنا ينطلق مع البداية، يغير مع نهاب بهذا الأداء الممتاز. الله، نهاب مع الصدارة مع الانتصار يعود اسطنبول، ولكن مع اللحظات الأخيرة. الله يا بي شنان، هنا مع الصدارة ينطلق ينطلق مع نهاب. نهاب هنا بشعاري بي شنان يظفر بالناموس، ينطلق مع اللحظات الأخيرة. سلام سلام بي شنان على هذا الانتصار وهذا الفوز. تهانينا والناموس لسعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري على فوز هنا، فوز نهاب. لحظات الوصول، اللحظات الأخيرة، خط النهاية هنا مع نهاب. مشكور على هذا الأداء، مشكور ايضا على هذا الانتصار. ثاني مراكز، وصل اسطنبول محمد. مع السيارة سلابة مع المركز الأول، سلابة هي الأقرب للناموس، ولكن شوف اللي وصلت، اللي تقدمت، اللي تقدمت. مشاهدين الكرام، من تتواجد؟ تتواجد هنا هملولة، هملولة ولكن سلابة، سلابة مع المركز الأول، هملولة على مستوى المركز الثاني مع شعار بن سفران، أو هنا شعار بن عفيفة، شعار بن عفيفة على مع هملولة، ولكن سلابة. وهنا مشاهدين الكرام، من تحتل المركز الأول؟ من تتقدم؟ هذه الأسماء مربوشة مربوشة. علي بن ناصر بن حمد البريص المري مربوشة مربوشة مربوشة. سلام يا مالك مربوشة، سلام. سلامنا وتحياتنا لراعي مربوشة على فوزها وتحقيقها بالمركز الأول، علي بن ناصر بن حمد البريص المري المركز الثاني.
راشد بن حمد بن هادي الخسران المري على المركز الثاني بدأ يتسلل بهذه اللحظات، لكن الصدارة السيارة الناموس المركز الأول لمن من هذه الأسماء؟ الكواري مسيطر شعار على الصدارة على المقدم على لفان لفان يا هل ترى بلف الميدان للناموس أم يكون هناك رأي آخر مع هملول؟ اللحظات الأخيرة الحاسمة 200 متر على الناموس على السيارة الناموس الغالي لفان هملول هملول لفان الكواري وشعاره والغفراري وشعاره في منافسة ثنائية نحو السيارة ونحو التتويج. الله يا لفان 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 ينتزع السيارة التالي والتبريكات لجبر بن جاسم بن ربيع بن عيسى الكواري على هذا الفوز المستحق. قدم الأداء المميز مع الكايدة، الكايدة تنطلق إلى خط النهاية إلى الناموس المميز إلى السيارة. هذه الكايدة مشاهدينا الأعزاء تحلق بناموس هذا الشوط بالإبداع المميز بالظهور الجميل في هذا التحدي الرائع. هذه الكايدة تهانينا تهانينا لمالك الكايدة لسالم بن مبارك النابت المري على هذا الأداء المميز. يقدم الكايدة في الانطلاق المثير بدون أي منافس ومنازع ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء المميز هذه الكايدة، وتنفرد عن بقية المراكز انفراد كلي. تهانينا والناموس على حصول الكايدة بناموس هذا الشوط، وتنتزع الكايدة بسيارة هذا الشوط. تهانينا وناموس سالة بن مبارك آل نابت المري، بينما المركز وصل الكواري وصل غانم يبحث عن الغنايم مع انطلاق وتحديات الفارع الفارع، ولكن راهي راهي والفارع راهي والفارع والدرب ثلاثية على مقدمة الشوط من أجل الناموس ومن أجل الانتصار بقيادة راهي سالم بن علي بن محمد ألف هيدا المري هو الأغرب لتحقيق الإنجاز مع راهي. ما زال راهي مع الإنجاز ومع الانتصار، السيارة تنتظر راهي وراهي يقترب من ناموس هذا الشوط. ألف هيدا يقترب بالتحديات راهي والإنجاز. تهانينا من هذه اللحظات إلى هذا الشعار من حقق الإنجاز، تهاني لسالم بن علي بن محمد ألف هيدا المري على فوز راهي وتحقيق للإنجاز المركز الثاني. هنا مع مشرفة راشد بن راشد بن حسن بن ناصر العجمي، انطلق العجمي إلى الصدارة وإلى المركز الأول. الله يا ثاني المراكز شوشرة كردي بن جاسم بن كردي المنخس المري، ولكن الصدارة والمركز الأول هنا مشرفة مشرفة الجي إكس يتسجل باسم مشرفة. هنا منطلق بشعر راشد بن راشد بن حسن بن ناصر العجمي، هنا ينطلق واسعد الله مساءك يا راعم شرفة من انتزعت الجيكس بشعار راشد بن راشد بن حسن بن ناصر العجمي. وسلام مشرفة سلام، تهانينا مشكور يا راشد مشكور يا راشد، تهانينا والناموس لمالك مشرفة راشد بن راشد بن حسن بن ناصر العجمي ثاني. المراكز وصلت هنا الثاني، تبحث عن العبور نحو السيارة نحو الإثارة نحو الناموس. الله العابرة العابرة تعبر إلى الصدارة تعبر نحو السيارة نحو التتويج، تحمل شعر محمد بن حمد بن راشد الرشداري المري على المركز الأول. يلا يا الفهيدي جماهيرك محبينك عشاق شعارك يؤثرون الشعار بانطلاقته مع العابرة الحاصرة بالتقدم نحو الناموس لتحصل الرمز أو السيارة لتحصد المركز الأول بانطلاقتها باندفاعتها نحو الناموس. التهاني والتبريكات لمالك العابرة من عبرت إلى بر الأمان وانتزعت سيارتها هذا الشوط. التهاني والتبريكات نزفها لمالك العابرة محمد بن حمد الرشدال في هذا المركز الثاني. بالرهان من الذي سيحقق ناموس هذا الشوط؟ لكن البداية البداية سلام
الدوام اللي غيرت في هذه اللحظة. الدوحة الدوحة الدوحة، شوف الدوحة وتابعها، هادي بن علي بن هادي المري هناك، نتابعها من ميمنة الميدان، بدأت تحلق هنا على أرضية هذا الميدان لتعلن حضورها، لتعلن وجودها في هذا الشوط، وتعلن تقدمها الجميل. الله 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 الله، يا سلام يا الدوحة، يا سلام يا الدوحة، يا سلام يا العاصمة، يا سلام يا الدوحة، ترقص طربا على أرضية ميدان الشحانية، تقدم هذا العرض الجميل. سلام الدوحة، سلام سلام الدوحة، سلام. هادي بن علي بن هادي المري قدم لنا هذا الاسم وخطف ناموس هذا الشوط، بينما التحدي ومن أجل الجسار، ولكن نتابع البداية المقدمة مع حامل الرقم 45 لحظات، ونوافيكم بهذا الاسم الذي فاجأنا مع اللحظات الأخيرة والخطيرة، ينطلق مع البداية إذا صح الكلام فهو شعار بن طفلة، قادما بهذه اللحظات عامر بن طفلة المري يتقدم مع انطلاق وتحديات هذا الاسم الجميل المنطلق مع البداية، تسلل وانطلق بناموس هذا الشوط، عامر بن طفلة المري يحقق ناموس هذا الشوط ويحقق الانجاز مع التمييز وابداع مع اللحظات الاخيره، انفرد بناموس هذا الشوط وحقق الانجاز. تهانينا والف مبروك لعامر بن طفله المري على فوز وتحقيقه للانجاز، تهانينا والف مبروك. المركز الثاني متعب لناصر بن علي بن ثلا، هادي بن حمد الغفراني، ولكن الله يا شوق، الله يا شوق، يا شوق اللي على المركز الاول، وزاهية تحاول، زاهية تحاول في اللحظات الاخيرة مع 300 متر الاخيرة، شوق وزاهية، شوق وزاهية، شوق وزاهية، شوق وزاهية، والتنافس ما بين الثنتين. الله يا هذا الشوق، الله على هذا التنافس، التنافس وانتو على الصدارة، الله على هذه المقدمة، ولكن شوق، شوق ما طاعة تسلم، شوق ما طاعة تسلم، شوق على المركز الأول محمد بن حمد الدحبج المري على مقدمة الشوط، شوق اللي على المركز الأول. تهانينا، تهانينا لمالك شوق محمد بن حمد الدحبج المري، غيرت أيضا هناك في مقدمة الشوط وانتزعت هذا الشوط، تهانينا. والناموس المركز الثاني، حرب هادي بن جابر بن ناصر بن الطريبيل المري في المركز الثاني، يقدم لنا حرب، يشن الحرب في هذا التحدي مع ثاني المراكز، ولكن وصل الاسم الكبير في هذا الشوط، سالم بن عبد الله الزبدان المري، ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى المركز الأول، نتابع مقدمة الشوط، التحدي الثنائي مع الأمتار الأخيرة ما بين شاهين على الصدارة، شاهين على المركز الأول مع خط النهاية، بخيت بن محمد بن بخيت آل بحيح المري، ولكن شعار بن طريبيل يحاول، يحاول أن ينتزع ناموس هذا الشوط مع حرب هادي بن جابر بن ناصر بن طريبيل المري، ولكن حسمها شاهين. تهانينا وناموس لبخيت بن محمد بن بخيت آل بحيح المري على هذا الفوز الجميل، بينما المركز الثاني حرب لهادي بانطلاقتها الجميلة وباندفاعها الجميل، ويا سلام على هذا الأداء المميز والانطلاق الجميل مع مرموقة، مرموقة مرموقة مرموقة، الله يا مرموقة، انطلقت مرموقة، يا سلام يا مرموقة، يا سلام يا مرموقة، أيضا تريد اللقطات الجميلة يا أبو شارب مع هذه اللحظات، تتابعونها مرموقة مع المركز الأول، يا سلام يا مرموقة، مرموقة لبخيت بن محمد بن بخيت بحيح المري، سلام وتحية واحترام لمالك هذا الشعار، سلام 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 لمرموقة ولمالك مرموقة، من تصل إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس بناموس واستحقاق وجدارة، مرموقة لمالكها بخيت بن محمد بن بخيت آل بحيح المري. المركز على الصدارة وعلى البداية، الله
الله الله الله، شاهين هنا على البداية. الله يا بن ملهية حافظ على هذا التقدم، ولكن بن سالمين، بن سالمين يعود مع مفهوم، مع مفهوم. الله، اللحظات، اللحظات الحاسمة، الانطلاق الثنائي هنا من خلال هذه اللحظات. مفهوم، شاهين، شاهين ومفهوم، ولكن عاد بن سالمين، عاد بالسلام، عاد بالانتصار مع انطلاقة مفهوم. سعيد بن سالم بن جرالة بن سالمين المري ينتصر، يفوز بناموس هذا الشوط هنا مع اللحظات الأخيرة. مفهوم، مفهوم مع اللحظات الحاسمة. تهانينا والناموس لك يا بن سالمين على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لسعيد بن سالم بن جرالة بن سالمين المري على فوز مفهوم بالمركز الأول. ثاني تحديات الشوط، والسرعة زادت في هذا المسار، ونتابع أيضا الوصول من مهيضة. وصلت تحمل أول ندى سالم بن علي بن مبارك وسالم الفراج. يا سلام يا الفراج، الله يا مهيضة، مهيضة مهيضة مهيضة، غيرت مسار الشوط، قلبت الموازين، قدمت العرض الجميل، انطلقت انطلاقة خطيرة وممتازة على قمة هذا الشوط وعلى رأس الحربة، يقدمها سالم بن علي بن مبارك وسالم الفراج. سلام الفراج، سلام على هذا التقديم الممتاز وعلى هذا الحضور المشرف لمهيضة التي غيرت موازين الشوط، انطلقت انطلاقة ممتازة نحو خط النهاية لتعلن أنها بطلت هذا المسار وهذا الشوط. تهانينا والناموس لسالم بن علي بن مبارك الفراج، واشكرك على هذا التقديم المميز. الدوسري يحمل الرقم 30، يقدم لنا البرق في البداية مع الانطلاق الأول مع شوط الختام. صالح بن مطر بن ضابط الدوسري، ولكن اللي غير في هذه اللحظة ارصد للقدوم. نتابع شاهين بطيب محمد بن حمد الحسنى المري، يقتحم المركز الأول، يقتحم الصدارة، ولكن القادم الهيلع مشاهدين الأعزاء يصل لمحسن بن علي بن طيثاب بن ديلة المري، يقدم لنا الهيلع، الهيلع مشاهدين الأعزاء ينطلق في الأمتار الأخيرة، ولكن القادم وصل في هذا التحدي، وصل في هذا الانطلاق، وصل في هذا الشوط. شاهين عبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي، ولكن الهيلع ينتزع شوط الختام لمحسن بن علي بن طيثاب بن ديلة المري. تهانينا والناموس على هذا.